وإنجاز مستحق يضاف لمختبرات الصحة العامة بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية كفاءة المختبرات المرجعية لفحص الفيروسات 100%. نعم، وأوضحت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بالوزارة دكتورة ماجدة القطان أن مختبر الصحة العامة حصل على التقييم الكامل في اختبار الكفاءة الذي أجرته المنظمة ضمن إطار البرنامج السنوي لتقييم كفاءة المختبرات المرجعية لفيروس الإنفلونزا. النجاح ليس له إلا طريق واحد، الاجتهاد. ووراء كل إنجاز يقف جنود مجهولون شعارهم العمل والتفاني في أداء الواجب. نعم، هكذا هم أطباء وفنيو مختبر الصحة العامة التي أثمرت جهودهم في حصول المختبر على تقييم 100% من منظمة الصحة العالمية بكفاءة المختبرات المرجعية لفحص فيروس الإنفلونزا. تم إرسال هذه العينات إلينا هذا العام وقمنا بفحصها فحوصات دقيقة وتمر على عدة أجهزة متعددة متوفرة في مختبرنا. تبدأ هذه الفحوصات بمعرفة وجود الفيروس أم لا، وتنتهي إلى معرفة مدى مقاومة الفيروس للمضادات الفيروسية. مختبر الفيروسات يساعد الطبيب المعالج على تحديد نوع العلاج المناسب، وخاصة في حال عدم استجابة المريض للمضادات الفيروسية. في حالة عدم استجابة المريض للعلاج نقوم بفحص دقيق ونرى مدى مقاومة الفيروس لهذه المضادات الفيروسية، فنقوم بالفحص الدقيق لنرى إذا هذا كان الفيروس مقاوم للدواء على المريض، فإذا كان مقاوم نقوم بإبلاغ الطبيب بهذا النتيجة ويقوم بتغيير المضادات الفيروسية إلى أخرى تناسب حالة المريض. مختبر الفيروسات يعتمد على نظام الجودة الداخلي والخارجي المعتمد من منظمة الصحة العالمية لإجراء فحوصات أكثر دقة، ويقوم العاملين بإجراءات مشددة عند التعامل مع عينات الإنفلونزا من لبس لاب كوت والماسك والجلوفز لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع. نقوم بعمل فحوصات ثانية عن طريق الـ PCR لتحديد نوعية الفيروس ألف، حيث يمكن يكون H1, H3, H5 أو H7. بعدها نسوي تحليل أكثر دقة لمعرفة مدى مقاومة الفيروس للمضادات الفيروسية الموجودة في الأسواق. تتوالى الإنجازات والأهداف المستحقة للمختبر الذي يقع تحت مظلة إدارة الصحة العامة، والتي بدورها تسعى إلى التطوير والارتقاء بالخدمات وترك بصمة واضحة في المحافل الدولية. وإن دل على شيء فإنه يدل على حرص العاملين في هذا الحقل في تطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وكفاءة وجودة الأجهزة في هذا المختبر. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.